يوم الخميس ديانا كرزون ونصيف زيتون ولعوا أجواء منطقة البحر الميت في الأردن بحفلتهم اللي أحيوها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات. يعني الجمهور الأردني حقيقة مشتاقين لنصيف اللي غاب عنهم بسبب ظروف كورونا، وأكيد كانوا فرحانين ببنت بلدهم اللي غنت أجمل أغانيها بهي الليلة. وديانا كمان كانت فرحانة جدا ومتحمسة للحفلة، وإحنا قابلناها قبل ما تبدأ الحفلة وسألناها زي متوقعة تكون الأجواء. أجواء حتكون إن شاء الله نار وحلوة كتير بإذن الله. اليوم البرنامج مختلف، برنامج بكون أكتر نسبة فيه أغاني طربية، وإن شاء الله يا رب تكون الحفلة حلوة بإذن الله. وعلى أغنية هيدا حكي افتتحت ديانا كرزون الحفل، ومن بعدها قدمت أغنيتها الجديدة لفلفني يلي أطلقتها بآخر شهر سبتمبر لترجع وتشعل الأجواء بمجموعة من المواويل وأغاني الدلعونة. وبهالحفل تلقت ديانا بفستان أبيض كله شك وتطريز. اليوم روان شد ميك اب وشعر جارو والدرس من موريلي. وبهالليلة كمان ديانا أطربت جمهورها بأغاني فيروز وأم كلثوم وطوني حنا. وبهالحفل اللي كان سولد أوت مثل حفلاتها كلياتهم وقت فوزها بسوبر ستار، حبينا نعرف منها رأيها ببرنامج بوليفارد المواهب، خاصة بما أنها كانت مشتركة ببرنامج هوات أيضا. أنا داعمة لأي برنامج مواهب بيصير، وبدي أقول له شكرا كتير أنك اهتميت وعملت هذا البرنامج المواهب، لأنه أنا يوما ما كنت موهبة وبعرف قديش الفرصة بتبقى كتير كبيرة لموهبة أنه بس حابب يقدم أحلى ما عنده، وخاصة على قناة كبيرة زي الام بي سي ويقدم أحسن ما عنده. فبشكره كتير وجود لك لكل المشتركين، وقدموا أحسن ما عندكم، قدموا إحساسكم، ما تنتبهوا لأي حدا. وما بين حماس ديانا كرزون واشتياق نصيف زيتون لمقابلة الجمهور الأردني، بدأ حفلته بأغنية دكة اللي ولعت الأجواء، خاصة من بعد غياب حوالي سنتين عن تقديم الحفلات بالأردن. أنا ماني مصدق أطلع لأشوف الناس، لأني اشتقت لهم كتير. أول شيء هم بالأردن صلنا زمان يعني اشتقنا، فأنا بكون ممنون دائما لمحبتهم ومشتاق لهم كتير. يا مرحبا، أول شيء اشتقنا لكم، اشتقنا للأردن وأهل الأردن وأهل فلسطين وحبايبنا جميعا من وين ما كنتم. وفقرة نصيف كانت مدتها حوالي ساعتين ونص، وبهالوقت هو أمتع جمهوره بمجموعة كبيرة من أغاني مختلفة مثل على أي أساس، يا عسل، أزمة ثقة، ومش عم تزبط معي، بالإضافة لأغنية مرتي حلوة لملحم بركات. كل الأغاني تبعي إن شاء الله يا رب. خربطت البروغرام اليوم مشقلبه شوي، احكي لك ما راح احكي لك، هلا بتحضريني. وفرحه الجمهور الاردني بهاليوم كانت كبيره، ولهيك حبوا يعبروا عن محبتهم لنصيف بتقديم الهدايا والورود. وما معقول بهيك حفل ما يغني نصيف اغنيه مجبور تتر المسلسل الاكثر شهره الهيبه. او بلفته تكريميه للراحل صباح فخري، ديانا ونصيف استذكروا بمثلي من اشهر اغاني. يعني انا اول شيء بدي اترحم على روحه للاستاذ، بالاخص هذا الموضوع انا ما كتير بعرف احكي فيه، لانه بحس الحزن دائما بالقلب. هذا معلم كبير، وقد ما حكيت عنه انا ما بقدر لا اوفي ولا بقدر اعطي الحدث قيمته واهميته. الله يرحمه، وان شاء الله يا رب هيك تكون نفسه بالسماء، لانه قدم رساله كثير كبيره اي ثينك انه ما حدا قادر يقدمها ابدا. يعني قبل اي حاجه اكيد طبعا الله يرحمه الفنان القدير الكبير طبعاً. صباح فخري طبعا، وفعلا قدم رساله كبيره للفن وهتعيش عليها اجيال واجيال واجيال، مش بس من نجوم، حتى احنا المستمعين ليه طبعا. عن جد الله يرحمه. بس انا كثير حبيت هاي اللفته من نصيف وديانا طبعاً. اكيد كانت كثير حلوه. وبدي احكي شغله بس كمان على نصيف، يعني انا شعب بشوفه بتفرج عليه، بس بعرف قديش هو كميه الفرحه اللي فرحانه، لانه نصيف على المسرح يعني هو بحس حاله انه يعني حي من جديد، وخاصه كمان صار له غايب فتره عن جمهور الاردن، فيعني بنشوفك بحفلات جديده اكيد قريب ان شاء الله. طبعا كمان امبارح بالحفل المباشر الثاني